بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بداية أرحب بكم في هذا اللقاء وهو بعنوان القراءة السريعة وكيفية قراءة المقالات العلمية. القراءة كما يعلم الجميع بأنها مهارة يمكن تعلمها وتطويرها مع الوقت، وهي القدرة على فهم واستيعاب المكتوب، ومهم جدا للباحث أو الباحثة وبخاصة طالب أو طالبة الدراسات العليا أن يعي تماما كيف يقرأ بالشكل الصحيح. فالقراءة ما هي إلا أداة تساعد على العيش حياة جيدة، ومن أهم ما يحتاج إليه الباحث أو الباحثة هي بطبيعة الحال قراءة المقالات والأبحاث العلمية والكتب وكذلك المطروحات العلمية سواء لمرحلتي الماجستير أو الدكتوراه. سأقوم جاهدا بإذن الله تعالى وبتوفيقه بالتركيز على أهم الأدوات التي تحتاجهم إليها. في هذا المحتوى بإذن الله تعالى سيتم تخصيص اللقاء في الحديث عن شقين. الشق الأول يركز على تعريف ما هو مفهوم القراءة السريعة، وبداية بإذن الله تعالى سنقوم بالحديث عن ما هو مفهوم القراءة، أهميتها، أنواعها، مراحلها، وما يسمى بخطوات القراءة الخمس. ثم بعد ذلك بطبيعة الحال سنقوم بالحديث عن فوائد القراءة السريعة، ثم الأدوات التي تساعد على بلوغ ذلك، ونختم ببعض النصائح والتوجيهات. فبإذن الله تعالى سيتم التركيز على ما هي أهم وأفضل الأساليب والتقنيات والتي تهدف إلى زيادة معدلات سرعة القراءة دون التأثير بشكل كبير على الفهم أو الحفظ. أما في الجزء الثاني من اللقاء فسيتم الحديث عن كيفية قراءة المقالات العلمية، وسنبدأ بالحديث عن أهمية قراءة المقالات العلمية والأبحاث للباحث أو الباحثة، وما هي الطريقة المستخدمة لذلك، وما هي تقنية ما يسمى بالمراحل الثلاث. القراءة السريعة بإذن الله تعالى سنتعرف سويا على ما هي أفضل الأساليب التي تؤدي إلى زيادة في معدلات سرعة القراءة. وعندما نتحدث أو نركز على معدلات أو رفع معدلات سرعة القراءة يجب ألا يؤثر ذلك كثيرا على الفهم. القراءة كما تعلمون هي الطريقة الوحيدة التي نكتسب بها المعرفة والثقافة بمختلف الأنواع، ومع كثرة القراءة يصبح الفرد قادرا على زيادة قدرته في التحليل وأخذ القراءات أو القرارات السليمة. Reading is a basic tool in the living of a good life، بمعنى أن القراءة ما هي إلا أداة متى تم استخدامها بشكل صحيح سيؤثر ذلك إيجابا على العيش حياة جميلة. إذن القراءة ما هي إلا عملية معرفية تستند على تفكيك رموز تسمى حروفا لتكون معنى، والهدف من ذلك هو الوصول إلى مرحلة الفهم والإدراك. أهمية القراءة. القراءة هي مصدر أساسي للتعلم واكتساب المعارف الجديدة، فبدون أن تقرأ لن تعرف أي معارف جديدة
تنشط أيضا الذاكرة وتحفز الدماغ، تطور مهارات التفكير التحليلي وهي مهارة مهمة جدا للباحث والباحث المهتم بالعمل في البحث العلمي، وأيضا كذلك القراءة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمهارة الكتابة والتحدث. فمتى ما كان الفرد قارئ بشكل جيد بطبيعة الحال سيؤثر ذلك على مهارته في الكتابة والتحدث. القراءة هي فن الإنصات، بمعنى متى ما حرصت على تلقي المعلومة باهتمام وتركيز عالي ستكون قارئا جيد. هناك مراحل للقراءة وهي 3 مراحل: المرحلة الأولى مرور العين على النص المكتوب، ثم بعد ذلك يتم تفسيره فيتم استنتاج المعاني. هي ببساطة المراحل التي من المفترض أي قارئ يمر ويلتزم فيها. هناك ما يسمى بخطوات القراءة 5، بمعنى هناك خطوات يتم الاستعانة بها حتى تكون قراءتك للنص أعلى ما يمكن وتكون في درجات التركيز العالية. من أوائل المراحل المرتبطة بالقراءات 5 هي مرحلة الاستطلاع والتصفح، أن تستطلع وتصفح تتصفح المحتوى التي تريد قراءته. ثم بعد ذلك تأتي في المرحلة الثانية أن تسأل بناء على تصفحك واستطلاعك، ثم في المرحلة الثالثة تجب على هذه الأسئلة من خلال ما تم قراءته من نص مكتوب، فالمرحلة الرابعة تستذكر ما قرأت، فالخامسة ما هي إلا مراجعة حتى تتجنب النسيان. إذن استطلاع، ثم وضع أسئلة، ثم الإجابة عليها، ثم استذكار لما قرأت، ثم القيام بعملية مراجعة. من الطبيعي أن يعرف القارئ ما هي أنواع القراءات. هناك 5 قراءات: إما أن تكون محورية أو استكشافية أو سريعة أو تحليلية أو انتقائية. سنقوم بإذن الله تعالى بسرد أبرز الاختلافات بين هذه الأنواع 5. في القراءة الانتقائية هي أن تقرأ في موضوع معين وأن تنتقي ما تريد قراءته، سواء من أفكار ومفاهيم وخلاف. إذن هناك انتقاء لما هو موجود في النص. النوع الآخر وهي القراءة التحليلية، وهو نوع يقوم على أساس مهارة التحليل واكتشاف المحتوى بالعقل والقلب لا بالعين فقط، بمعنى أن يكون هناك تركيز لمضامين الألفاظ وما خلفها من أفكار. في القراءة الثالثة وهي القراءة الاستكشافية، وهو أسلوب مطبق في طلب المعلومة بذاتها دون النظر إلى سواها وبسرعة. أما القراءة الرابعة وهي ما يسمى بالقراءة المحورية، فهي تلك القراءة التي تستهدف الوقوف على معلومات وأفكار ومفاهيم، وتستهدف استخراج كل ما يمكن استخراجه. أما النوع الخامس وهو موضوع حديثنا في هذا الشق الأول من اللقاء، فهي القراءة السريعة. القراءة السريعة ما هي إلا مجموعة من الأساليب والتقنيات والتي تهدف إلى زيادة معدلات سرعة القراءة دون التأثير بشكل كبير على الفهم والحفظ. إذن هي تقنية تستخدم في وقت أقل بشرط أن لا يؤثر ذلك على الفهم أو الحفظ. سؤال يطرح نفسه: هل يمكن إتقان القراءة السريعة؟ وهو سؤال يهم الجميع بلا استثناء، وبإذن الله تعالى سنقوم بالحديث عن الإجابة عن هذه السؤال في الشرائح.
المقبلة. هناك لطالما كان هناك اعتقاد سائد لدى مجموعة كبيرة بأن القراءة السريعة هي عادة يصعب بناؤها، إلى أنها فن يمكن إتقانه إذا استخدمت الأساليب والتمارين والأدوات المناسبة لذلك. وأيضا كذلك مع مرور الوقت ويلزم أن يكون هناك جهد ووقت وكثير 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 من الممارسة، بإذن الله تعالى سترى أن هناك زيادة في مرحلة القراءة، والتي تساعدك على أن تنتقل بين عشرات الصفحات في بضع دقائق قصيرة. إذن القراءة السريعة كما تحدثنا سابقا ما هي إلا القدرة على استيعاب المعلومات الموجودة في أي كان النص بسرعة وفاعلية. إذن هي قراءة طبيعية لكن لفارق زمني أقل، والأهم عند استخدام أو تطوير أو تنمية هذه المهارة أن يكون هناك توازن ما بين السرعة والفهم. من فوائد القراءة السريعة أنها ترتقي بالقدرات الذهنية وتقوي الذاكرة، تزيد القدرة على التركيز واستيعاب أكبر قدر من المعلومات، حتى أن في بعض الحالات يمكن أن تصل إلى استيعاب وقراءة ما يعادل 600 كلمة في الدقيقة، وأنها بطبيعة الحال تزيد الثقة بالنفس وتنمي مهارة قوة الملاحظة وحل المشاكل. لكن فلنحرص على أن يتم استخدام مهارة القراءة السريعة في الوقت التي في الوقت المناسب، بحيث في بعض الأحيان ممكن أن تكون هذه المهارة غير مناسبة وغير مفيدة تماما، فلنحرص تماما على متى نستخدمها. عموما إذا كنت تريد حفظ شيء ما فاستخدام القراءة ببطء هو الأفضل، بمعدل أقل من 100 كلمة في الدقيقة. قبل القراءة وقبل الخوض في قراءة أي نص تريد قراءته، ولنحرص على أن نتجنب أماكن الضجيج، أن نتجنب أماكن تكون فيها الإضاءات غير مناسبة. يجب أن تكون طريقة جلوسك صحيحة خلال فترة القراءة، وبطبيعة الحال ألا يكون بالك مشغولا وقت قراءتك، وأيضا كذلك اختيار أفضل الأوقات المناسبة للقراءة. تم إدراج 3 أوقات مناسبة للقراءة: الفترة الأولى وهي من الساعة 4 حتى الساعة 7 صباحا، والفترة الثانية من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا، والفترة المسائية هي من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء. بغض النظر ما هو وقتك المناسب للقراءة، يجب أن تحدد وتعرف أفضل الأوقات المناسبة لك. ما هي أدوات القراءة السريعة؟ والكل حريص جدا على ماذا يحتاج إلى معرفته حتى أصل لمراحل متقدمة في هذه المهارة. عندما يتعلق الأمر بالقراءة السريعة تحديدا مهارة القراءة السريعة، فإن أهم أداتي هما العين والعقل. فالعين ترى الكلمات والنص المكتوب، والعقل يعالج الجمل. فكلما كان هناك تركيز على مهارة القراءة ومهارة معالجة الجمل، بإذن الله تعالى ستزيد من مهارة هذه من مهارة القراءة السريعة. أيضا كذلك عند القراءة لا نحاول تسريع حركة العينين، بمعنى ليس هناك حاجة إلى نطق كل كلمة في النص. مهارة القراءة السريعة تحتاج إلى الاهتمام والنظر سريعا إلى الكلمات دون الرغبة في سماع صوتها بداخلك. البعض يحاول قراءة الكلمات ونطقها بداخله عند تطبيق مهارة القراءة السريعة، هذه
نصيحة، يفضل أن ننظر إلى الكلمات دون الرغبة أو دون الحاجة لسماع صوتها أو نطقها، وخاصة إذا كانت بلغة غير اللغة العربية. فلنتذكر دائما بأن القراءة ليست سباقا، فلنستمتع بكل ما نقرأه، ويعني نحرص أنما كلما قرأنا المزيد من الكتب كلما ساعد ذلك إيجابا في القدرة على القراءة السريعة. سؤال يطرح نفسه: كيف نحسن من سرعتنا في القراءة؟ بإذن الله تعالى سأقوم بسرد أهم النصائح والتوجيهات الخاصة بذلك. عندما نحتاج أو عندما نخصص مادة أو نص لقراءته، من المفترض في البداية أن لا تتراوح أو أن لا يتراوح مدة تصفحنا للمحتوى ما بين 30 إلى 60 ثانية على الأكثر. بمعنى يجب أن يكون هناك تصفح ومسح سريع للعناوين، والنظر أيضا كذلك إذا كان هناك رسوم أو صور أيضا كذلك مهم جدا. هذا أو هذه التقنية تسمى ما يطلق عليه الاستعراض السريع، بمعنى أن نستعرض سريعا المحتوى من عناوين رئيسية ومن صور ورسوم، بشرط ألا تتجاوز المدة 60 ثانية على الأكثر. أيضا كذلك لقد تحدثنا سابقا أنه من الأفضل تجنب نطق وسماع كل كلمة، نتجنب تماما تطبيق ما يسمى بالنطق الصوتي، لأنه يأخذ وقت وجهد ووقت أطول من القراءة التي تريد أو مهارة القراءة السريعة. فيجب أن نتجنب ما يسمى بالنطق الصوتي عند قراءة النص. أيضا كذلك عند تنمية وتطوير مهارة القراءة السريعة، من المفترض أن يكون التركيز على الكلمات، على مجموعة من الكلمات وليس الكلمات الفردية، نحاول أن لا يستغرق أكثر من 3 ثواني لقراءة كل سطر، ثم نرفع تدريجيا السرعة. في البداية سنجد أننا نحتفظ بمعلومات قليلة، لكن ستصبح حتما هذه التقنية ارتياحا بعد فترة من الزمن. أيضا كذلك يفضل استخدام طريقة المسح أو المعاينة، وهي أن تنظر وتحرك عينيك بسرعة إلى أسفل الصفحة مع تحديد الكلمات والعبارات التي تريد البحث عنها. صحيح لن تقرأ كل كلمة، لكن عينيك ستهبط على ما هو مهم لك وما تريد البحث عنه. أيضا كذلك من المفيد استخدام ما يسمى بخريطة العقل، وهي أحد الأساليب الإبداعية والمنطقية لتدوين الملاحظات، وهي تعمل على رسم وأفكار الأفكار بالمعنى الحرفي. يفضل أيضا كذلك بعد قراءة أي نص أن تحدد ما كنت تتذكره أو تفهمه لمعرفة مدى سرعة قراءتك. نركز مرة أخرى على مفهوم أن القراءة السريعة صحيح هي بوقت زمني أقل من القراءة الطبيعية، لكن بشرط أن لا يؤثر ذلك على فهمنا لما هو موجود من النص المكتوب. وهذه أيضا خريطة توضح ببساطة كيف يتم إعداد خرائط ذهنية وربطها أو ربطها بالمواضيع الرئيسية والفرعية في النص. أيضا كذلك من ضمن الأمور والنصائح أن نقرأ الجمل الأولى والأخيرة في كل فقرة، بسبب أن ذلك يوفر الكثير من الوقت، وأنه سيعطي لك تصور على ما هو مفهوم أو فكرة النص المقروء. وأيضا كذلك من الطبيعي ألا يكون هناك تركيز لقراءة الفقرة بأكملها، فقط نقرأ أول جملة وآخر جملة في كل فقرة حتى تتضح صورة ما هو محتوى مفهوم هذا النص.
أيضا دائما ما نحتاج إلى بعض المساعدة في تذكر ما نقرأ، ولهذا السبب نقوم بالقراءة. فمن المفترض ومن النصائح التي تعطى لتنمية مهارة القراءة السريعة تدوين الملاحظات، لأنه الكتابة مع القراءة معامل مهم جدا في معرفة وفهم النص. وأيضا كذلك لا يمنع من كتابة ملخص قصير لأهم المعلومات الموجودة في النص. قد لا يكون هناك طريقة سحرية لقراءة سريعة دون التضحية بأي فهم، لكن كلما استثمرنا المزيد من الوقت في القراءة ستزيد سرعة قراءتنا لا محالة بإذن الله، وكلما قرأت أكثر كلما ارتقيت أكثر. فالقراءة السريعة أن تقرأ أكثر وتستوعب أكثر في وقت زمني أقل. الخلاصة في هذا الجزء أن نقرأ الجمل وليس الكلمات، الجمل تحديداً الأولى والأخيرة من كل فقرة لتنمية مهارة القراءة السريعة. ألا نحاول أن نركز على رفع الصوت أو تحريك الشفة عند القراءة، استخدام طريقة المسح أو المعاينة السريعة هي مطلب لتنمية مهارة القراءة السريعة، أن نختار أفضل الأوقات للقراءة ثم نربطها بوقت زمني محدد. أيضا كذلك من المهارات المفترض أن يتم ربطها بمهارة القراءة السريعة هي مهارة تدوين الملاحظات، وأيضا كتابة استخدام الخرائط الذهنية وكتابة الملخصات القصيرة. وتذكر بأنك كلما قمت بالتدريب المستمر كلما تمكنت من هذه المهارة. The more you read, the more you will know, the more you will learn, the more places you will go. بمعنى كلما قرأنا أكثر كلما تعلمنا أكثر كلما استفدنا أكثر. القراءة هي من مفاتيح النجاح بإذن الله. في الجزء الثاني من هذه المادة بإذن الله تعالى سنقوم بالحديث عن موضوع كيفية قراءة المقالات العلمية. قراءة المقالات العلمية هي من أهم الأمور والأساسية للباحث والباحثة. سنقوم بسرد بعض التقنيات المستخدمة حتى تطبق مهارة القراءة العلمية بشكل صحيح. في البداية وبطبيعة الحال من الطبيعي أن يقضي الباحث أو الباحثة أو طالب أو طالبة الدراسات العليا مئات الساعات سنوياً منهمكاً في قراءة المقالات والأبحاث العلمية المتعلقة بالتخصص وبخاصة الحديثة منها. ومع ذلك فإنه من الأهمية بمكان معرفة الطراقة أو الطريقة الصحيحة للقراءة، فهي من أهم الأساسيات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تجنباً لإضاعة كل من الوقت والجهد. How to read a scientific paper. We have four steps. Step number one, skim, meaning scan without taking notes. Number two, reread. You should read again and ask questions. Number three, understand. You should read carefully. And number four, you have to summarize. Take notes and comments. خطوات قراءة المقالات والأوراق العلمية تتلخص في أربعة أجزاء. الجزء الأول وهو عبارة عن تصفح سريع للمحتوى. الجزء الثاني أن يتم إعادة القراءة مرة أخرى، ونحاول في هذه الجزئية وضع أسئلة بناء على النص المكتوب. في المرحلة الثالثة تكون مرحلة الفهم، وهي أن نقرأ بعناية ونحاول الإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها مسبقا. وفي المرحلة الرابعة هي مرحلة القيام بكتابة تلخيص وأي تعليقات تراها من وجهة نظرك العلمية. بإذن الله تعالى سأقوم بسرد أحد التقنيات المستخدمة، وهي تقنية ما يسمى بالمراحل الثلاث. المراحل الثلاث الفكرة منها هو أن
تستغني من الطريقة التقليدية والتي تتمثل في قراءة المقال من البداية حتى النهاية بهذه الطريقة التي الهدف منها هي أن تكون على اطلاع وعلى فهم وعلى دراية بما هو مكتوب من محتوى. فكل مرحلة من هذه المراحل الثلاث تمنحك هدفاً معين. فالمرحلة الأولى تعطيك فكرة عامة عن المقال، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة استيعاب المحتوى، والمرحلة الثالثة تساعد على فهم المقال بعمق. المرحلة الأولى هي عبارة عن تصفح ومسح سريع للمحتوى، ويجب ألا يستغرق ذلك أكثر من 10 دقائق. مع الأخذ بعين الاعتبار يفضل قراءة المقدمة وهي الجزء الأول من الورقة العلمية، والاستنتاج وهو نهاية الورقة العلمية. يفضل أيضا إلقاء نظرة سريعة على المحتوى من الاستنتاجات الرئيسية المقترحة من النتائج، وأخيرا المفترض إلقاء نظرة سريعة على المراجع. المرحلة الثانية المفترض أن تكون قراءة بعناية أكبر. في هذه المرحلة المفترض القيام بسرد الأسئلة والتي يهدف المقال إلى الإجابة عليها، وهنا يتم تدوين النقاط الرئيسية ويبدأ التعليقات على الهوامش كلما قرأت. أيضا كذلك القيام بتدوين المصطلحات أو الأسئلة التي ترغب في طرحها على المؤلف إن أمكن، وأيضا كذلك النظر بعناية إلى الرسوم البيانية والخرائط التوضيحية الموجودة، وأيضا كذلك لا يمنع من وضع علامات على المراجع غير المقروءة ذات الصلة، وذلك لمزيد من القراءة، وهي أيضا طريقة جيدة لمعرفة خلفية عن هذا المقال. في هذه المرحلة من المفترض أن تصل أو أن تستغرق في هذه المرحلة حوالي 1 ساعة لقراءة المقال. بعدها بإذن الله تعالى ستكون قادرا على استيعاب المحتوى، وأيضا قادرا على تلخيص النقاط الرئيسية. لكن حتى في بعض الأحيان لن تفهم المقال في نهاية هذه المرحلة الثانية، إما بسبب أن تكون هناك مصطلحات أو اختصارات غير مألوفة لديك، أو بعض التقنيات الحديثة التي تكون بعيدة جدا أو أن تكون غير واضحة بالنسبة لك. فالجزء الأكبر من المقال بطبيعة الحال سيكون غير مفهوم لديك. هنا تأتي مرحلة تطبيق المرحلة الثالثة. في المرحلة الثالثة المفتاح هنا الاهتمام كثيرا بالتفاصيل، باستخدام التفكير النقدي والتحليلي. من المفترض أن يكون هناك اهتمام بربط النتائج بالفرضيات وتفسيرها بشكل منطقي، مع النظر بعناية في النتائج. في هذه المرحلة أيضا يفضل استخدام مهارة الخرائط العقلية أو الذهنية، وذلك بهدف تنظيم المعلومات والتي تقوم بقراءتها. أيضا كذلك لا يستغنى عن كتابة أو تدوين بعض الملاحظات، وكتابة حتى ملخص قصير لأهم المعلومات التي تم العثور عليها بعد القراءة. فبالتالي في هذه المرحلة سيستغرق وقت يصل من 2.5 ساعة إلى 3 ساعات. في هذه النهاية أو في نهاية هذه المرحلة ستجد أنك قادر على بناء هيكل الورقة العلمية بالكامل، وأنك أيضا ستعرف ما هي نقاط القوة والضعف في النص. أيضا من بعض الأمور التي تساعد على ارتباط هذه المرحلة بالقراءة الناقدة وضع أسئلة مثل: ما هو الغرض من المؤلف لكتابة هذا المقال؟ ما هي النقاط الرئيسية؟ هل الاستنتاجات مدعومة بأدلة؟ عموما هل أنت توافق أو لا توافق المؤلف ولماذا؟ إذن read anytime
anywhere, anyhow. القراءة يفضل أن تقرأ في كل الأوقات في كل الأماكن ولا على أي حال. في ختام هذا اللقاء من الأهمية بمكان أن نستوعب ما نقرأه، فالمعرفة قوة، وإن أوهن الأمم أمة لا تقرأ. بإذن الله تعالى أتمنى أني وفقت بسرد أهم النصائح والتوجيهات، والتي إذا ما تم تطبيقها واستخدامها بشكل صحيح سوف تلاحظون الفرق بإذن الله تعالى. القراءة عموما هي فن ومهارة يمكن تعلمها وتطويرها مع الكثير من الوقت والجهد. في النهاية أشكر لكم حسن استماعكم، وأسأل الله أن ينفع بكم وبعلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.